أسرار القوة في تشكيلات المعارك، كيف تبني أقوى جيش في لعبة الحرب الأخيرة للأسبوع. مرحبا شباب، كيفكم يا أساطير؟ اليوم جايبين لكم أسرار تحطيم الخصوم وكيف تخلي تشكيلتك أكثر قوة وتفجير. هل أنت جاهز لتتعلم طريقة بناء أقوى جيش بالعتاد المثالي وتكتيكات تضمن لك الفوز في لعبة الحرب الأخيرة للأسبوع؟ تابع معي الفيديو يا جماعة. فرصة ولا أروع، متجر صالح يقدم عروض استثنائية وخصومات تصل إلى 25%، يعني حزمة $100 في لعبة الحرب الأخيرة صارت فقط ب 299 ريال سعودي، والمتجر موثوق من مركز الأعمال السعودي، فالأمان مضمون. راح تلاقوا رابط المتجر ورقم الواتساب في وصف هذا الفيديو، بس تواصلوا معهم قولوا لهم أنكم جايين من طرف باسل وراح يضبطوا لكم الوضع. خلونا نبدأ نحكي عن تشكيلات الجيش وأهمية التشكيلات. أكيد بعضكم عنده تشكيلة أو تشكيلة ونص، وأنا عندي تقريبا 3 تشكيلات. إذا عندك 2 تمام، وإذا تريد تقويهم فالتشكيلة الثالثة كمان ضرورية، وبالنسبة للرابعة ممكن تحتاج تفتحها مع الاشتراك الشهري. مو مطلوب منك بس نصيحة مني، ركز على تطوير تشكيلتك الرئيسية لأن هي اللي تسندك في المواجهات. حلو، خلينا ننتقل للحكي عن الأبطال ونظام ترتيبهم. الأبطال اللي عندك ينقسمون لأبطال أسطوريين ونادرين وأبطال عاديين، وهذا يعتمد على فئاتهم ونوعهم. مثلا عندك دبابة، صواريخ ومروحيات، وكل فئة لها دور خاص. مثلا الدبابة دراعك الأمامي، المهاجمين في الزاوية والدعم في الخلف، يعطيك تعزيزات، كل قطعة لها تأثير قوي، وإذا ضبطت التشكيلة تزيد قوتك حتى لو كان خصمك أقوى. نظامك المثالي يصنع فرق. شفت ناس قوة تشكيلاتهم توصل لل 30 مليون، نطلق عليهم لقب الحيتان لأنهم غالبا صرفوا فلوس كثير للتطوير، لكن هذا مو شرط. حتى لو ما دفعت تقدر تقوي جيشك بجهد وتدريب مستمر. إذا خليت الدبابات في الصف الأمامي والمهاجمين في الزاوية والطبيب أو الدعم بالخلف، بيكون عندك أفضل تشكيلة ممكنة وتكون جاهز لأي معركة. نجي على أبطال وتطويرهم. مثلا عندك مورفي الأسطوري، درع ثابت، تركز على الدروع وتجمع له العتاد المناسب، كل بطل ونوعه، فالتطوير يعتمد على تزويدهم بالقطع اللي تعزز قوتهم. أما المهاجمين الأفضل تركز على أسلحة هجومية، والدعم أهم شيء يكون علشان يوازن تعافي لكل التشكيلة. في هالحالة بتضمن أن فريقك جاهز لأي ضربة مهما كانت قوتها. أما عن العتاد، لا تتردد بتفكيك القطع الزائدة من التشكيلات الثانوية، وركز كل شيء على تشكيلتك الرئيسية اللي هي الفيلق الأول. التشكيلات الثانية خلك تستخدمها بمهام جانبية مثلا التعدين أو جمع الموارد، واحتفظ بأفضل القطع لجيشك الأساسي. ركز أولا على تجهيز تشكيلتك بأفضل عتاد، وخلي فيلقك الأول يكون كامل التشكيلة بالقطع الأسطورية. بعد ما نكمل تجهيز تشكيلتك الأساسية، تبدأ تدريجيا بإضافة العتاد الأسطوري للتشكيلات الثانية، وبهالشكل كل تشكيلة عندك تكون قوية وتضمن لك انتصارات متتالية. خلي تركيزك على تطوير الجيش بمركز التدريب وزيادة مستوى القوات، لأن هذا يعزز قوتك ويضمن لك أنك تقدر تنافس بأقوى المستويات سواء في المسيرات أو في أيام القتال. وهاي هي أسرارنا في بناء جيش لا يقهر. إذا عندكم أسئلة لا تترددوا، أنا حاضر أساعدكم في أي وقت. وإذا تحب تشترك بالمسيرة الرابعة الشهرية، أنصحك تشيك على وصف الفيديو وتروح على رابط متجر صالح ورقم الواتساب وتتواصل معهم وتقول لهم أنك جاي من طرف باسل بلاي تايم علشان يضبطوا لك الوضع. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك ودعم القناة. وإذا أنتم من لاعبين لعبة الحرب الأخيرة وتدورون على نصائح مفيدة، فوتوا على القناة وشوفوا باقي الفيديوهات، ولا تنسوا تدعموا القناة حتى نستمر بالنشر إن شاء الله. شكرا لمشاهدتكم الفيديو، كان معكم أخوكم باسل، والسلام عليكم.